بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس عشر. أحكام الأذان والإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحدثكم في هذه الحلقة عن الأذان والإقامة والحكمة في مشروعيتهما. فنقول: لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت أو قد يكون مشغولاً لا ينتبه لدخوله، لأجل ذلك شرع الله الأذان للصلاة إعلاماً بدخول وقتها. قد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عسر معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها، فأري عبد الله ابن زيد هذا الأذان في المنام وأقره عليه الوحي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهذه الألفاظ كلام جامع لعقيدة الإيمان. فأولها التكبير وهو إجلال لله عز وجل، ثم الشهادة وهي إثبات لوحدانية الله عز وجل وإثبات لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الدعوة إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، والدعوة إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم الخاتمة بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله والأراضين السبع وعامرهن لرجحت بهن لعظمها وفضلها. وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية هو ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس. يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صيتا لأنه أبلغ في الإعلام، وأن يكون أمينا لأنه مؤتمن يعتبر أذانه علامة على دخول وقت الصلاة وعلى دخول وقت الصيام والإفطار، وأن يكون عالما بالوقت ليؤذن في أوله. والأذان خمس عشرة جملة، كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، ويقف على كل جملة منه. ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، وأن يجعل أصبعيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت. ويستحب أن يلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، ويلتفت شمالا عند قوله حي على الفلاح، ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة: الصلاة خير من النوم مرتين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. ولا يجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده يرفع بها صوته، لأن ذلك من البدع المحدثة. فكل ما يفعل غير الأذان الثابت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة محرمة كالتسبيح والنشيد والدعاء والصلاة والسلام على الرسول قبل الأذان أو بعده مما يفعل في بعض البلاد، كل ذلك محدث مبتدع يحرم فعله ويجب إنكاره على من فعله. والإقامة 11 جملة يحضرها أن يسرع فيها لأنها إعلام للحاضرين فلا داعي للترسل فيها. ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ولا يقيم المؤذن الصلاة إلا بإذن الإمام، لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام فلا تقام إلا بإشارته. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله فلا يحصل به المقصود إذا كان قبله، ولأن فيه تغريرا لمن يسمعه، إلا أذان الفجر فيجوز تقديمه قبل الصبح ليتأهب الناس لصلاة الفجر، لكن ينبغي أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصيام وحلول الصلاة. ويسن لمن سمع الأذان إجابته بأن يقول مثل ما يقول المؤذن، ويقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع إلى المسجد. وإذا شرع المؤذن في الأذان فلا ينبغي له أن يقوم وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم بل يصبر حتى يفرغ المؤذن لئلا يتشبه بالشيطان. وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد للصلاة ويترك سائر الأعمال الدنيوية. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والأذان إنما شرع إعلاما بدخول الوقت ودعوة إلى الصلاة، فينبغي للمسلم أن يبادر بالإجابة يحصل على عظيم الثواب وجزيل الأجر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.